المباراه في انتظار اعلان نصر الله جواد اللي يعطي اشاره انطلاق المباراه في هذه الاونه. في كره للنجم الرياضي بالمتلوي مباشر كره طويله في اتجاه ابن مباركي يربح يسارية في النادي الرياضي البنزرتي. يلعب كرة بسرعة في اتجاه بشير الرحيبي لحسن كونتي يسدد كرة لكن فوق المرمى. النادي الرياضي البنزرتي رغم صغر سنه وهذه كرة لمكرم العلوي. مكرم العلوي مازالت عنده الكرة. كرة لياس الدريدي يرفع كرة في اتجاه مكرم العلوي وراسية معها الحارس. الحارس يدخل الحكم يقول ما فهم شيء. يلعب يعود ياسين حاجي يرفع كرة طويلة وفما راسية خطيرة كادي باغت يرفع كره لياس الدريدي وفما راسيه تعود من النجم الرياضي بالمتلوي. بالاكحر بين ثلاثه لاعبين يمر ويمر كره لجوزيف. جوزيف اختير الكره للنجم الرياضي بالمتلوي وتدخل من دفاع السيابيع. السمكي يلعب كره طويله في اتجاه هبل مباركي. هبل مباركي ما فماش تسلل والحكم يقول ضربه مرمى بعد ما ضربت الكره في هبل مباركي قبل ما تخرج. هبل مباركي يرفع كره طويله هبل مباركي وفما راسيه شاهين بلول. شاهين بلول مرت الكره جانبيه أو ياسينك شك في أول نصف ساعة إلى حد الآن. وذي كرة لبشير المقدم وتسديدة مرت جانبية هنا في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. كرة ليمن الله لمولي مدافع النادي الرياضي البنزرتي يخطف يترجع الكرة لكن قيس العمدوني يدارك. سمكي يرفع كرة طويلة في اتجاه هبل مباركي ويخرج حارس النجم الرياضي بالمتلوي مهيب الشامخ. لعب كرة طويلة في اتجاه مكرم العلوي كرة خطيرة وتدخل من حارس النجم الرياضي بالمتلوي ومطالبة بلمسة يد. تعود مخطئ من جديد لياسين وذي كرة تسديدة دون عنوان من مونزونغا لهبل مباركي. بشير الرحيبي من جديد. بشير الرحيبي يرفع كرة ويربح ركنية. في تنفيذ الركنية هبل مباركي يرفع كرة هبل مباركي والراسية من مدافع النجم الرياضي المتلوي بشير الرحيبي في اللي شاهين بلول يسدد كرة وخطيرة من بشير المقدم. المجموعة الثانية عفوا واللي ينهيها في المرتبة الخامسة ب 19 نقطة من خمس انتصارات خمس. بشير الرحيبي يلعب كرة لمكرم العلوي. مكرم العلوي ممتاز المراوغة. مكرم العلوي جول 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 هدف رائع. يا سلام ولا مراوغه من مكرم العلوي ومرت بين الاقدام بتسديده ولا في الاحلام يضعها في المرمى في سقف الشباك. واحد بلاش للنادي الرياضي البنزرتي عن طريق مكرم العلوي. وامامكم جماهير النادي الرياضي البنزرتي اكيد تتفاعل مع اولى اهداف المباراه. وسام الرمضاني يرفع كره طويله في اتجاه كبلاء. ما زالت الكره ترجع لحارس المرمى بشير الرحيبي بين زوج لاعبين يمر. بشير الرحيبي مازالت الكره لبشير الرحيبي يسدد كره مرت جانبيه. رمضاني يقطع حلو هبل مباركي. هبل مباركي يقطع الكره يلعبها ممتازه في اتجاه بشير الرحيبي يربح ركنيه. بنزرتي يلعب كره طويله هبل مباركي والراسيه تعود من هشام عباس. مازالت النادي الرياضي البنزرتي عن طريق بشير الرحيبي مره اخرى لهبل مباركي يرفع كره هبل مباركي والتدخل من محمد امين خليفه اللي يرفع كره هبل مباركي في اتجاه شكون لمدافع النجم الرياضي بالمتلوي. كرة توصل لمكرم العلوي وهذه كرة لمكرم العلوي والحكم يقول تسلل. شاهين بلول يرفع كرة طويلة في اتجاه بشير المقدم. طويلة ما يا خويش بشير المقدم. دريدي يمر الياس الدريدي يرفع كرة في اتجاه العلوي يخرج بالكرة ضربة مرمى. الكرة يرفع كرة طويلة في اتجاه العلوي مخطى من المدافع. كرة عند العلوي مخطى الكرة ويتدخل الحارس. مجدي ياسين المجدي بين زوج لاعبين يمر. ياسين المجدي يلعب كرة وطويلة فما زالت الكرة نجم الرياضي بالمتلوي. شاهين بلول شاهين بلول ياسين المجدي والتدخل من شاهين بلول. كرة طويلة من أمان الله المولي في اتجاه الياس الدريدي. الياس الدريدي يوسع كرة خطيرة خطيرة من الياس الدريدي تسديدة في شكل توزيع على القائم. كرة للنجم الرياضي بالمتلوي خطيرة يتدخل معه ابن مباركي ويرجع الكرة لحارس مرميه. غسينك شك بشير الرحيبي. بشير الرحيبي مازالت عنده الكرة لسمكي يسدد كرة مباشرة لحارس المرمى مهيب. ساليفو من جديد. ساليفو يسدد كرة وقيس العمدوني. بشير الرحيبي ممتازة التمريرة من ابن مباركي. بشير الرحيبي يسدد كرة جول 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 هدف جميل جدا للنادي الرياضي البنزرتي. بشير الرحيبي يمضي على ثاني اهداف السيابي اولى اهدافه مع النادي الرياضي البنزرتي. المشرقي ممتازه التمريره في اتجاه بشير الرحيبي. بشير الرحيبي يلعب كره وخطيره ما زالت الكره للنجم الرياضي بالمتلوي خاصه مع
النتيجة والهدية اللي قاعد يقدم فيها نادي الرياضي البنزرتي في هذه المباراة. كرة لياس الدريدي يرفع كرة طويلة يتدخل الدفاع في انتظار استئناف اللاعب مكرم العلوي. مكرم العلوي ويخرج الحارس وكرة تضرب في مكرم العلوي ومرت جانبي الكرة. ممتازة التمريرة البولعابي. كرة للبولعابي يرفع كرة والدفاع يتدخل فيها. ما زالت الكرة نجم الرياضي بالمتلوي سدد كرة مباشرة لقيس العمدوني. كرة لهشام عباس يسدد كرة جانبية بقليل كادت تباغت قيس العمدوني ما كانتش بعيدة الكرة. مكرم العلوي ممتاز المراوغة مرحبي والحارس ممتاز ياسر المشرقي يمر بين زوج لاعبين. ياسر المشرقي يمر كرة موسى سو والحارس في المكان المناسب. ياسين أكشك يرفع كرة ياسين أكشك يرفع كرة طويلة في اتجاه العلوي. العلوي وتدخل الحارس كابالا عنده الكرة. كابالا معاه ياسين أكشك اختير الكرة يتدخل معاها من الله لمولي. بلعب لمكرم العلوي وفي كرة نادي الرياضي البنزرتي موسى سو. موسى سو جول 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 والثالث أهداف المباراة للنادي الرياضي البنزرتي. كرم العلوي وبدون وقت بديل الحكم نصر الله الجوادي ينهي المباراة أو زادت خيختين ينهي المباراة بعد خيختين إضافيين 2-3 بلاش للنادي الرياضي البنزرتي.